يلا حيهم اللي قبل شوي تروحنا له هذاك مركز مأوى تأهيل الحيوانات، يعني هذاك خاص. الحين اللي جينا لمه نفسه مأوى بس إنه مفتوح للزيارة. الحين بوريكم الحيوانات الموجودة هنا. طبعا هذا الدب الأسود الآسيوي، سبحان الله جميل لونه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. هلا والله بسيف. هلا اخوي، ابيك تسولف لنا عن الحيوانات اللي جت عندكم والمأوى بشكل عام. اول شيء اهلا وسهلا فيك يا المأوى. الله يسعدك يا رب. ثاني انا سيف رواجدي، واحد من فريق رعايه الحيوان. حلو، راح احكي لكم هيك على السريع عن محميه المأوى للطبيعه والبريه. حلو. هو مكان موجود في الاردن من شمال عمان تقريبا 350 كيلو، عفوا 35 كيلو ل 40 كيلو من شمال عمان. تمام. المأوى واحد من الأماكن النادرة موجودة في الشرق الأوسط في الأردن. المأوى مكان لإيواء الحيوانات ومساعدتها. الحيوانات الموجودة عندنا كلها حيوانات تم مصادرتها أو إنقاذها من أماكن صراعات وحروب كانت موجودة عندنا. كان هاي الأماكن مثل حلب، مثل غزة، مثل الموصل. تمام. إحنا بس موجودين لمساعدة الحيوانات وإنقاذ الحيوانات وإعطاء حيوانات بيئة تناسب هاي الحيوانات ونعطاهم بيئة تحاكي البيئة اللي عم بيعيشوا فيها في الطبيعة. فالغرض من المأوى هو إيواء الحيوانات ومساعدتهم حتى تكفوا حياتهم عندنا بسلام وطمأنينة وبدون خوف بدون أي زعج. كيف هذا اسمه لوز صح؟ نعم. من وين جاء هذا؟ هذا لوز واحد من الحيوانات اللي تم إنقاذهم من قبل شركانا منظمة الفوربوز النمساوية. كان موجود في حديقة في حلب اسمها الورد ماجيك زو. هو مجموعة كبيرة من الحيوانات، وللأسف قبل سنتين الظروف الصعبة كانت في حلب أدت إلى مقتل عدد كبير من الحيوانات في هذه الحديقة. بالنهاية والحمد لله تم إنقاذ تقريبا 19 حيوان من هذه الحديقة، وكان لوز واحد من هذول الحيوانات. هذا كم عمره الحين؟ تقريبا عمره 8 سنين لوز. حلو. تمام. هذا موطنه هو الدب الأسود الآسيوي آسيتك بلاك بيرز. هذول الدبب بيعيشوا منطقة نيبال والهمالايا والتبت وهاي الأماكن في آسيا. ما شاء الله هذا ولا أشبع. طبعا هذا تقريبا أعمارهم سنة وشوي. سيف دول شو سالفتهم؟ هذول 6 أشبال موجودين بهذا المسيج. 3 منهم كانوا موجودين في غزة انقذوهم الفوربوز، 3 موجودين من لوكال زو من حديقة في الأردن. هذول 3 6 كانوا مفصولين، وهلأ قبل 20 يوم تقريبا الحمد لله قمنا بعملية إدخالهم مع بعض، وهلأ 6 عايشين مع بعض ورح نقول على مسيج أكبر إن شاء الله. هذه اسمها لولا، نفس نوع كابول دب السوري. يا بعد سبدي هالصوت ما شاء الله تبارك الله، حي هالصوت الله لا يحرمنا. عاشو ما شاء الله تبارك الله. يا بعد سبدي هالصوت. في اسد ثاني زائر بدي اسمعوني تسمعوني ما شاء الله تبارك الله. اول حيوان تم انقاذه من شكله شايب قوه، صاير لونه ابيض، عمره 18 سنه ما شاء الله تبارك الله. سوري دب البن السوري. ايه بس انه بس حد الناس بيشوفوني يحسبونه ابيض، لا بس عشان انه شايب. ما شاء الله هذا النمر بنغالي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. في واحد هناك بعد ما شاء الله.